السلام عليكم. غنشوفوا اليوم اول اكزرسيس في الكتريسيتي. الوغ اكزرسيس 1 عندي هذا واحد لون باراميتر. كتعرفوا لون باراميتر كنحسبوا به يعني لانتونسيتي دو كورون الكتريك. فوالا عندي هنا هاد اربعه ديال الكيستيون باش نحاول نجاوب عليهم. اذا حاولوا تقراوهم وخرجوا التمرين عاد جي نشوفوا الحل. نمشي مباشره للتمرين الاول. السؤال الاول ديتيرميني لا ناتور دو كورون الكتريك ميزوري. Moi, je vais vous déterminer le calibre utilisé, sur quelle échelle a-t-on avantage à lire, et 4, déterminer la valeur de l'intensité I. Alors, c'est un paramètre que je vois là. Voilà. Pour la nature du courant électrique, c'est qu'on déjà savait qu'il y a deux types de courant électrique. كاين هادو تيب هذا اللي هو حداه بحال هاد لوسين هذا واحد اسي كاين هاد لوسين هذا دي سي. حنا في لاباري ديالنا شوف كاين فلاش كاين في هذا. اذا فيما نشوف بحال هادي هادي كتعني ان هذا راه كلو كورون الترناتيف. يعني ملي نشوف اسي ولا هاد لوسين بحال هذا هذا كتسمى لو كورون الترناتيف. هاد اسي كتعني الترناتيف كورون هادي اون بلونغلي دونك دي الترناتيف كورون فرونسي لو كورون الترناتيف. ملي نشوف هاد الفلاش كاين حدا هذا هاد لوستين هذا والدي سي هذا كيعني لو كورون كونتيني لو كورون كونتيني بالفرنسي. وعلاش دايرين دي سي حيت يعني ديريكت كورون ان انجلي. انا الفلاش فين عندي؟ عندي الفلاش حدا هاد لوستين هذا الوغ عندي لو كورون كونتيني. نقول عندنا لو كورون كونتيني. اذا شنو غنستافدو من هاد السؤال الاول؟ ملي نشوف الفلاش حدا دي سي او هاد العلامه هادي غنقول كورون كونتيني. اذا كانت الفلاش الفوق حدا هاد العلامه هادي او حدا اسي غادي نقول كورون الترناتيف يعني التيار متناوب. ونمشيو كيستيون 2 ديتيرميني لو كاليبر اوتيليزي. اشنو هو الكاليبر اللي استعملناه؟ ملي كنقول الكاليبر شنو هو الكاليبر؟ يعني هو هذا يعني العيار بالعربيه. الفلاش فين عندي؟ عندي حدا 03 فوالا. الوغ انا عندي الفلاش هنايا ملي عطيني بحال هادي هادو كيكونوا لي كاليبر اتيليزي كنشوف الفلاش فين كاين. هذا هو الفلاش. الوغ غادي نقول لو كاليبر اتيليزي اللي هو 03 امبير. تخي بيان. السؤال 3 سور كيل ايشيل اتون افونتاج اليا. يعني عندنا جوج ديال ليشيل. عندي هاد ليشيل هذا السلم هذا وعندي هذا. انا فيه خصني نقرا حيت كنلقاو بارفوا كاين دي زاباري اللي فيهم بزاف ديال لي زيشيل. اي الو هنا واش غادي نقرا على هذا ولا على هذا؟ الطريقه شنو هي؟ دائما اون يوتيليز لو كادرون ا 30 غرادياسيون كار 30 اي ملتيبل دو 03. يعني علاش كنشوفوا شكون دابا انا لو كاليبر هو 03 هادو كاليبر شكون الملتيب ديالو واش 30 ولا 100؟ الطريقه هي ديال كنشوف الكاليبر اللي عندي كنمشي للتدريج الاخرى هذا فيه 30 هذا فيه 100 شكون اللي ملتيبل ديال 03؟ يعني شكون 03 فين واش كاين شي عدد كنضربو فيه كيعطيني اما 30 اما 100. بيان سيغ 100 ما كاينش كاين 30. علاش؟ 03 فوا 100 كيعطيني 30 كتسمى 30 الملتيبل ديال 03. وما كاينش شي عدد كنضربو في 03 كيعطيني 100 ما كاينش. الوغ غنشوازي هذا غادي نشوازي هاد لي شيل هذا. تري بيان. دابا نمشيو فوالا لي شيل هذا. دابا نمشيو دايني كيستيون ديتيرميني لا فالور دو لانتونسيتي اي. هذا كيتعاود بزاف هذا السؤال هذا كيتعاود بزاف. كيفاش دابا انا كنميزوري هاد لانتونسيتي كيفاش نقرا شحال يعني شحال كيساوي اي؟ كتعرفوا بان العلاقه هي هادي اي كتساوي سي فوا ان على ان زيرو. الوغ شنو هي اي؟ شنو هي سي؟ شنو هي ان؟ شنو هي ان زيرو؟ نبينو هنايا. الوغ قلنا اي هي لانتونسيتي دي كورون اون امبير يعني هي شده التيار بالامبير. فوالا هادي هي اي. شكون هي سي؟ سي كاليبر utiliser en ampère tawa. يعني هذا سي هو الكاليبر يعني هو اللي كيكون كاين هنايا العيار. شكون هو ان؟ شكون هو ان زيرو؟
N0 لو نومبر دو ديفياسيون دو كادر دو كادرون. يعني هاد N0 اللي كنجيبها هي ديك الاخرة، هاد الغادياسيون الاخرة. بحال دابا هنايا كاينه 100 وكاينه 30. مثلا نشوازي هاد الفوقاني، ناخذ N0 هي 100، كنت غنخدم بالتحتاني N0 هي 30. اذا دائما نعقلوا مزيان، N0 ملي كنجيبها كنمشي لاخر غادياسيون في لون بريميتر ونقراها. فوالا شكون هي N؟ N نومبر دو ديفياسيون انديكي بار ليغوي. كنشوف هذيك الليبره فين وقفت ليا، فين وقفت ليا الليبره، هذيك هي N. بحال دابا هنا وقفت ليا في 72، الو هنايا N ايتيغال يعني 72، وإذا قرأت من التحت وقفت ليا في 22. عاد نقول N، عاد نقول هذا، عاد نقول هنايا N هي 22. الو إذا دابا كنت عندي C، عندي N، عندي N0، نحسب الإيديالي. الو قلنا E تيكال C فوا N على N0 كتساوي شكون هي؟ انا علاش درت انا السي بالغوز وهاد ان بالزرق وهاد ان زيرو بالاحمر؟ علاش؟ باش كتبان لي ان هاد السي راه هي زيرو طوا. ملي جبتها هادي، حنا ديجا حسبنا قلنا بان الكاليبر هو زيرو طوا، قريتو من لا باغي هي هادي حدا فاش كاين هنا. كل ما تنهد فاش كاين هنايا نقول ان امبير، ونكتب هنايا ان امبير. كل ما تنهد فاش هذا كاين هنا نقول زيرو زيرو ان امبير. الوغ هو الكاليبر هو زيرو طوا. ان هي 22. ملي جبتها انا درت هنا هذه بالزرق هذه بالزرق باش كتعرفوا ان هذه هي ان 22، جبتها من هنايا. فوالا ها هي 20 21 22. غتقول لي علاش ما خديتيش 72؟ حيت حنا قلنا غادي نستعملوا هذا الكادرون، هذا هذا اللي شيل هذا اللي فيه 30. تري بيان، ان 0 هي 30. ملي جبتها من لهنا قلنا ان 0 كنمشي للغرادياسيون الاخرى هي 30، وصافي كندير الكالكول ديالي كنحسب هادي 0.3 × 22/30. هادي نحسبها غنلقاها كتساوي هي 0.22 امبير. حنا كنكونو كملنا هاد الاكزارسيس هذا، و اللي بغا يشوف التمارين واحد اخرين اللي عندهم علاقه بهاد التمرين هذا اخركم في الاسفل الفيديو. ودابا نمشيو نشوفو اكزارسيس 2. السلام عليكم.